فالخير نناقش الدكتورة في القريب إن شاء الله. إن شاء الله. حقيقة سعدت بدعوة منتدى أصيلة والأخ الصديق سي بن عيسى. كلمتي بالأساس حول التجربة المغربية وكيف يمكن أن تقدم جواب عن أزمة تدبير العلاقة بين الديني والسياسي، الدعوي والسياسي، والحركات أو التجمعات أو الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية التي بمقتضى الديمقراطية لها الحق في الوجود والمشاركة في الحياة العامة. جواب التجربة المغربية ينطلق من فكرة أساسية، وهي عوض النظر لهذا الأمر على أنه مشكلة يمكن أن يكون حل، وأن انتقال من وضعية أنه مشكلة ينبغي أن تعالج وأنها خلل ومرض وينبغي أن تحاصر وتمنع وتستأصل إلى أنها حل ينبغي أن تستثمر وتؤطر وتستوعب، وهي ليست قضية دولة بل هي قضية دولة ومجتمع. نحن هنا في ضيافة سي محمد بن عيسى. سي محمد بن عيسى يوم 6 يناير، وأقولها مجردة عن كل الصفات مع حفظ الألقاب والصفات، يوم 6 يناير 1982 أقدم على نشر بيان الانفصال عن جمعية الشبيبة الإسلامية، وهو آنذاك رئيس تحرير لجريدة الميثاق الناطقة بلسان حزب التجمع الوطني للأحرار، بيان 14 الذي أعلن الانفصال عن جماعة الشبيبة الإسلامية لأسباب عدة، منها ما يتعلق بموقفها الغامض من قضية الصحراء المغربية، منها ما يتعلق بصدور من المواقف المعبر عنها في مجلة المجاهد آنذاك التي صدرت. أقدم على هذه المبادرة من قبل مجموعة شباب في العشرينيات، منهم الأستاذ عبد الإله بن كيران الذي أصبح رئيس للحكومة، ومنهم الأستاذ سعد الدين العثماني، ومنهم الأستاذ الذي أصبح أيضا رئيس حكومة، ومنهم الأستاذ محمد يتيم الذي أصبح وزيرا. هذه المجموعة ما قام به السي بن عيسى هو تعبير عن سلوك نخبة آمنت باستيعاب هذا التيار عندما ينبذ العنف ويؤمن بالعمل في إطار المؤسسات، وأن هذا الاستيعاب، أنا أعود بكم 6 يناير 1982، عدد مجلة جريدة الميثاق 1511، رسلت لسي حاتم بالطويل أنه طلبه مني وسكانتها ورسلت عليه. هذا التوجه في الاستيعاب، لأنه في نفس اللحظة، هذه يناير 1982، أكتوبر 1981 أقدم عبد العزيز النعماني مع مجموعتي على تأسيس حركة المجاهدين المغاربة تأثرا بحدث اغتيال رئيس أنور السادات في نفس الفترة، وقال آخر أمير لهذه الحركة، لأن هذه الحركة حلت نفسها قبل حوالي 15 سنة، 15 سنة، 2012 وأعلنت عن أن أحد الأسباب ما حصل في مصر. نعم. وفي نفس السنة، أي في نفس الحدث، كانت الشبيبة الإسلامية أعلنت عن توجه ثوري جهادي وأسست يعني الخطوات الأولى لإدخال الأسلحة إلى المغرب وكذا. الذي حصل أن توجه هذا التحول الذي أعطانا هذا المسار وأسس لخصوصية مغربية أو استثناء مغربي ما زال قائما لغاية اليوم رغم نتائج الانتخابات التي كانت في شتنبر 2021. إرادة الاستيعاب والسعي إلى الاندماج وتبني خيار المشاركة، وهي عملية مزدوجة بين النخبة والمجتمع وبين الدولة وبين هذه الحركات. كيف كانت هذه الحركة الجنينية؟ لأنهم عندما انفصلوا، نعم 14 شخص وقع، ولكن في نهاية المطاف حوالي 300 شخص. كيف أصبحت هي أحد الفاعلين الأساسيين؟ لأن قامت بمراجعات واشتغلت ضمن نسق سياسي قائم على نظام إمارة المؤمنين، واستطاعت أن تحسم الإشكاليات التي سببت تشويش، وفعلا قدمنا، لأنه في تلك فترة الثمانينيات كانت موجة النقد الذاتي داخل الحركات الإسلامية، لماذا أخفقنا هنا، لماذا فشلنا هنا رغم التمايزات الحاصلة.
بالنسبة إلينا في تجربتنا المراجعة أفضت إلى مقولات. المقولة الأولى أن الدولة الإسلامية قائمة، هنالك إمارة المؤمنين ودستور الدولة ينص على الإسلام، وأننا اجتهاد في إطار الإسلام. ولهذا أحب الحديث عن تجربة العدالة والتنمية وليس التجربة الإسلامية، الجميع مندرج في الله. وهذه مسألة جوهرية. الأستاذ عبد الإله بن كيران في 2001 أصدر وثيقة يقول الإسلام هو الحق وفيه الحل لمن آمن به، ولكن هو الحق ونحن اجتهاد في إطاره. أما أن نرفع مثل هذا الشعار الإسلام هو الحل، هذا ينتج تشويش ويخلق إشكالية، لأننا في نهاية المطاف اجتهاد بشري نسبي، نصيب ونخطئ. ولهذا عندما فشلنا في الانتخابات، لم الانتخابات الأخيرة لعوامل ذاتية وموضوعية، لم يؤدي هذا إلى تشكل موقف من الإسلام كإسلام. لا، الإسلام موجود، المساجد ممتلئة، وحفظ القرآن منتشر، والذهاب إلى العمرة والحج قائم، والحركة مستمرة، وظهرت في زلزال الحوز البعد الإسلامي التضامني الاجتماعي بشكل كبير في شتنبر 2002. المهم عندنا كانت أولى المراجعات الأساسية هذه النقطة، أن نصحح نظرتنا وأن نتجاوز منطق المفاصلة الشعورية، وأن هذا المجتمع جاهلي ومجتمع كافر وكذا، والذي كان يتسرب. وفعلا حدثت مفاصلة بين خيار معتدل مؤمن بالمشاركة وبين خيار متطرف. مع الزمن بدأ هذا الخيار الثاني ينحصر، ولهذا رغم تفجيرات الإرهابية 16 مايو ورغم المجموعات التي ظهرت، بقينا إزاء حالات فردية ومجموعات معزولة هامشية متأثرة بما يقع في الشرق أكثر منها متأثرة بما يقع في بلادنا على مستوى الغلو. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي شكلت إطار لتصورنا بشكل أساسي هو هذه الفكرة التي قال عليها الأستاذ الصديق البشري حوالي 25 سنة أو أكثر منذ التقينا في فرنسا، وهي فكرة التمايز بين الدعوي والسياسي. أن المجال الدعوي وليس فقط المجال الديني، لأنه لا مستقبل لأي طرح علماني في بلداننا، علمانية نبذ الدين وعزله لا يمكن، لكن يمكن بناء تصور يقوم على التمايز، ليس الفصل ولكن ليس الوصل أو الدمج، لا فصل ولا دمج في عملنا لعدة اعتبارات. أولا هنالك ما نسمي في بلادنا بالحق للدين، هنالك سياسة يشرف عليها جلالة الملك أمير المؤمنين تؤطر الحق الديني، هنالك مجالس علمية، الحاجة الفطرية عند الناس للتدين والتعبد وممارسة شعائرهم تؤطرها الدولة. المغرب أزيد من 80 مجلس علمي، ممارسة العمل الدعوي الآن يتم في المساجد. ولهذا نحن اخترنا اختيار أن من يخطب الجمعة عليه ألا يترشح للانتخابات. موقع خطيب الجمعة لا أقول مقدس، ولكن له رمزيته، يعني ألا يدخل لمجال التنافس والصراع الانتخابي. وأن المساجد ليست مجال للحملات الانتخابية بما فيها الفضاء القريب لها. وكان هذا الاختيار مهم، أن نقدر ونثمن أن هنالك مجال دعوي، والحركات التي والجمعيات التي تنشأ وتتأسس يمكنها أن تشتغل، لكن مع تمييز بينها وبين الحق السياسي. وهنالك كتاب مهم للدكتور سعد الدين العثماني حول هذا الموضوع، وأصل له من خلال شهادات الإمام القرافي في تمييز التصرفات النبوية بين تصرفاته كنبي ورسول وقاضي وكذا وتصرفاته كرئيس دولة. هنالك تأسيس نظري. المقولة الثالثة والتي برزت بالنسبة إلينا وكانت جوهرية، وهي الإصلاح في ظل الاستقرار. أننا حركة إصلاحية، ولكن لا ينبغي أن نفرط في مكسب الاستقرار والأمن. وكانت هذه المقولة التي أطرت موقفنا أثناء الربيع الذي حصل الحراك في 2011 وفيما بعد،
وقلنا الطريق الثالث ورفضنا أن نشارك في حركة 20 فبراير، وفي نفس الوقت طرحنا مبادرة إصلاحية تحفظ للبلد مقومات استقراره وأسسه. قلت الجواب المغربي القائم على الاستيعاب في إطار المنظومة واستثمار القوة المرتبطة بهذه الحركات التي هي في الأساس حركات اجتماعية ذات أساس إيماني. في الغرب كنت في أمريكا في العشرية الأولى وطرحوا مبادرة Faith Based Initiative وسجلت على مستوى البيت الأبيض مبادرة المنظمات ذات الأساس الإيماني. الحركات الأحزاب الديمقراطية المسيحية الآن في أوروبا، نعم عندنا رصيد، إما أن يكون مشكلة أو يكون حل. مشكلة عندما يتجه المسار المتطرف، وحل عندما يتجه المسار المعتدل. أختم في هاتين الدقيقتين بالقول على ضوء هذه المقولات تأسست أن الحزب السياسي يشتغل كفاعل، يتنافس على الانتخابات، يشارك، يقوم بأعمال. وفعلا ضمن ثلاثية الديمقراطية والتنمية والهوية، الديمقراطية أن يكون الحزب فاعلا في ترسيخ البناء الديمقراطي، وهذا حصل يعني في 2011-2016 كانتخابات، و2021 عندما انهزمنا كما يقع لكل الأحزاب التي تشارك لولايتين في قيادة العمل الحكومي. والآن نحن في البرلمان معارضة ونقود بشكل فعال المعارضة، وطموحنا كبير أننا في الانتخابات المقبلة سيتعزز موقعنا، وهذه هي الديمقراطية. وهذه المقاربة التي عبر عنها جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه عندما علق على ما يقع في الجزائر وقال كان من الأفضل أن يدخلوا ويخرجوا عبر الصناديق ثم يعودوا عبر الصناديق، وهكذا بشكل دوري، ونستثمر طاقة جزء من المجتمع في دينامية الديمقراطية والتنمية. لأن الحزب عندما شاركنا قدنا إصلاحات عميقة على المستوى المالية العمومية وعلى مستوى الإصلاحات الكبرى في البلد، وأرسينا مفاهيم مرتبطة بالدولة الاجتماعية كسلوك، واجتماعيا ما يتعلق بمواجهة الغلو من جهة والتطرف، ومن جهة أخرى تعزيز التماسك الأسري في المجتمع. وأعتقد ما أنجز سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يفسر لماذا المستقبل الآن يوفر شروط لعودة جديدة لنا كتجربة. فليس هنالك إغلاق قوس ولا فتح قوس، هو مسار دوري في حالة صعود، في حالة نزول، في حالة مد، حالة جزر. وأعتقد أن هذه التجربة بهذه الخصائص توفر فرصة لباقي التجارب في المنطقة. والسلام عليكم ورحمة الله. وشكرا، شكرا معالي الدكتور مصطفى الخلفي الأقصى. يعني موسوم بثلاث سمات كبرى. هناك سمة أولى تتعلق بصمود عند الشعب الفلسطيني، رفض مشروع التهجير، بقي ثابتا على أرضه، وقدم نماذج عالية في المقاومة والثبات. وهذا الأمر ستكون انعكاساته القيمية التربوية على عموم المنطقة وعلى الحركات الإصلاحية، لأن هذا السمة الأولى. السمة الثانية وتتعلق بالمشروع الصهيوني الذي بلغ مرحلة من العلو الآن. الصهيونية الجديدة الدينية المتطرفة تطرح شعار إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات بدعم غربي واضح. هذه السمة الثانية أيضا ستكون لها انعكاساتها، لأن أي تحدي إلا وله استجابة كما يقول المؤرخ الكبير أرلون توينبي. التاريخ هو نتاج فعل ورد فعل، نتاج تحدي واستجابة. فاليوم نحن على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة في المنطقة. نعم هناك السمة الثالثة وهي وجود حالة وهن على المستوى النخب العربية والإسلامية على مستوى المجتمعات، يعني رد الفعل إذا بالمقارنة مع السمة الأولى والسمة الثانية يعني رد فعل يعني ضعيف، هش يعني محدود ومتسم بحالة من القصور الكبير. في ظل هذا الوضع كما قلت نحن على أعتاب مرحلة ستكون حالة فرز، والنخب إما أن تندرج لتكون جزء من مشروع
المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني أو أن تتراجع، وهذا الأمر سينتج دينامية كما حصل بعد 67 ظهور حركات تغيير وحركات إصلاح، كما حصل بعد 82 الصبرة وشتيلة، كما حصل بعد حرب الخليج الثانية، كما حصل بعد أحداث 11 من سبتمبر وغزو العراق. ففي كل محطة ما يقع على مستوى المنطقة من المتغيرات تكون له أثاره، ولهذا نحن كما قلت على أعتاب مرحلة جديدة ستفرز نخبها وحركاتها وهيئاتها. الحالة المغربية نظرا لخصوصيتها وطبيعة السياسة الإدماجية الاستيعابية كما حصل في زمن الربيع العربي في 2011 عندما كان المغرب متميز بنموذجه، أيضا تفاعله سيكون مختلف لأنه في بعض الحالات قد يكون تفاعل حاد، لكن في حالتنا أتوقع أنها ستعطي دفعة جديدة للقوى الإصلاحية المعتدلة في بلادنا بشرط أن تكون واعية بطبيعة استحقاقات المرحلة الجديدة. شكرا.